هنا عند عثر بن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام الأجري رحمه الله قال في كتاب فرض طلب العلم تحت الباب السادس، وهو باب ما جاء في قبض العلم. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن المسعودي، عندنا سقط وعندكم عن حد أخبرنا وكيع عن عبد الرحمن المسعودي هكذا. طيب، عن القاسم قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون وهذا يدل على الباب الذي ذكره، وهو قبض العلماء، تعلموا القرآن والفرائض، أي ما دام هناك من يعلم فتعلم القرآن، واضح. والفرائض جمع فريضة. العلم كما ذكرنا في أول المجالس منه الواجب العيني ومنه الواجب الكفائي، والعيني أوضحناه وذكرناه، فإذا تاقت النفس وعالت الهمة وكنت من الأبطال وليس من العطال وأردت طلب العلم تبدأ بالقرآن، لأنه أصل العلوم، أصل العلوم الكتاب والسنة، أصول العلم مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تعلمت القرآن فأيضا تتعلم الفرائض وجمع فريضة، بمعنى مسائل الميراث الأصول التي تدل عليها القرآن. ذكرنا لكم القصة في الرجل الذي جاء إلى أحد الشيوخ يريد أن يطلب العلم، قال غيبت حفظت القرآن؟ قال لا. قال احفظه. قال فغبرت حتى حفظته ثم رجعت. قال تعلمت الفرائض؟ قال لا. قال فتعلم. المقصود بالفرائض زيادة على الواجب العيني هي أصول مسائل علم الميراث، وقد اشتهر عند الناس كما قال صاحب الرحبية أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. هذا العلم علم الميراث، يعني قد جاء أنه أول علم في الأرض يفقد، أو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، أي هذا العلم. وجاء في ذلك بعض الحديث في أسانيد مقال، ولكن في الجملة هذا مما اشتهر عند أهل العلم. فإذا يتعلم القرآن والفرائض، فيوشك الإنسان يفتخر إلى علم كان موجود وإذا به قد غاب. مات أهله
أو يبقى في قوم لا يعلمون. نعم. ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله من طريق لامش قال: قال لي إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الفقيه الكوفي، وأنا شاب في فريضة، احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها، يعني علمه شيء من العلم ربما يحتاج إليه. وكان عروة بن الزبير يقول لبنيه: يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله. أزهد الناس في العالم هم أهله، أقرب الناس إليه. ها؟ وهذه إذا بحثت تجدها منتشرة في الدنيا إلا ما قل وندى. قيل أن شيخ الألباني رحمه الله كان بعض الناس يذهب ليسأل عنه، فينزل في الحي الموجود شيخ الألباني ويسأل أهله، فمنهم من يقول لا أعرفه. ونحن هنا توقدنا نارا لنراه ونتعلم عنه ولم ننتهي إليه. وبعض الناس ممن هو في أهله في حيه يقولون لا أعرفه. كم ممن حدثني ذاب ووفق وسافر ويبحث عن الشيخ ووفق للقائه، لكن قال أنزل إلى حيه وأسأل بعض الناس يقول لا أعرفه، يقول ماذا لا أعرفه. بل هذا حتى في أرض الحجاز أحيانا أذهب إلى مشايخ أسأل في الحي، قال شيخ فلان لا أعرفه، هو موجود في الحي. ومرة أذكر في الحرم المدني أراجع القرآن، جاء واحد يراجع معي، ف يعني كان المجلس قريب، فجر الحديث إلى الكلام عن العلم ومسائل العلم ومشايخ العلم، فذكر يعني جاء ذكر الشيخ فلان وشيخ فلان. بعدين قال لي وين هؤلاء المشايخ؟ أنا في المدينة، أنا جزائري جيت المدينة درست عليهم. قال والله ما أعرفه. هذا المشايخ لا تعرف أحد؟ قال لا أعرف، والله ما أعرف. وين تدرس؟ قال أدرس في الجامعة الإسلامية المدينة. أنا حيرني هذا. يعني قد يكون على كل أحيانا يعني بعض الطلاب عنده مشايخ الفصل يدرسوه لا يسأل عن غيرهم، لا يسأل عن غيرهم، فلعله ها المشايخ ممن لم يدرسوه. ولكن هذه كما قال عروة بن الزبير يعني ها أزهد الناس في عالم أهله، تنزل منطقة تسأل عفونك ما أعرف، فهلموا إلي فتعلموا مني. يقول عروة لبنيه: فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، يعني يسألونني، وما شيء أشد علي على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. ثم قال الجري: حدثنا أيضا أحمد بن سهل، يعني السابق الأشناني أبو العباس. طيب الإسناد السابق فيه انقطاع بين القاسم وابن مسعود. طيب قال الأجري: حدثنا أيضا أحمد بن سهل قال أخبرنا الحسين بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا قيس وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله رضي الله عنه: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، أي يحتاج إليه، أي يحتاج إليه، عندكم يختلف إليه، عندكم ناقص. طيب اكتب: حدثنا أيضا أحمد بن سهل هذا موجود عندكم الأشناني هذا غير موجود. بعدين الحسين بن علي، يعني أخبرنا أهل الحديث يختصرون حدثنا بثناء وأخبرنا بنا أو أنا، وأحيانا تكون أنا بمعنى أنبأنا. طيب إذا قلت أخبرنا يعني نا، أخبرنا الحسين بن علي، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا قيس،
وأبو بكر بن عياش هذا عندكم، وعبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق بن سلمة إلى آخره. عندكم متى يختلف؟ يختل. وهذا الأثر جاء عن ابن مسعود في كتاب العلم لأبي خيثمة وابن أبي شيبة أيضا في المصنف. يختل إلى أن يحتاج، أي يحتاج. عبد الله بن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار أو لغلام من الأنصار مثله، تعالى لنجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الغلام: ترى الناس يحتاجون إلينا، أبو بكر وعمر وعثمان، وش يجروا بنا؟ مش يحتاجون إلينا. يحكي هذا الغلام الأنصاري. قال: فغبر ابن عباس في طلب الحديث، وبعد مدة قال: مررت فإذا الناس مجتمعون. قلت: من هذا؟ قال: عبد الله بن عباس. قال: كان أفقه مني. قال: كان أفقه مني. فإذا لا تمتنع من طلب أي علم من علوم الشريعة أو علوم الآلة التي يحتاج إليها في الشريعة ما دمت تستطيع ولك متسع و قد تدرجت في ذلك وجئت له من طريقه وفي زمنه، فلا تضيع هذه العلوم، فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. أحد المشايخ الفضلاء يحدثني حفظ القرآن في صغره على الطريقة القديمة، اللوحة مع ضبط الرسم وحفظ قواعد الرسم التي هي مشهورة عندنا بقواعد بلفظ الدارجة وكذا. ولما كبر درس علوم الشريعة وتخصص في علوم الحديث، تخصص في علوم الحديث وتخرج من الجامعة وسافر إلى بلد من البلاد. مرة من المرات التقى به في ذاك البلد بأحد ممن يعملون في السفارة تابعة للجزائر، أرادوا أن يطبعوا مصحفا، يعني أنه مصحف تابع للدولة عندنا في ذلك البلد. فقال لهذا، يعني التقوا في محفل، قال: يعني هذا المصحف سنطبع عليه، إيش رأيك يعني أو تشوف إذا كان يعني مقبول؟ قال: فأخذت المصحف وفتحته وشفت كذا مواضع. قال: طيب مصحف طيب ما شاء الله. أعطاه إياه. قال: بعد مدة التقينا، فقال له: كيف أعطيتك مصحف؟ قلت لي يعني الطبع طيب. وقال: لكن تلقيت مع شيخ آخر، لما شاف المصحف لقى فيه يعني بعض الأخطاء، يعني الأخطاء تتعلق بالضبط، يعني ليس الأخطاء الضبط. يقولون في علم القرآن عندنا علم الضبط، الرسم والضبط. الرسم يتعلق بصورة الكلمة، هذا الرسم وله تعريف على كتب، والضبط يتعلق بحركاتها نقطا وشكلا. فقال له: وين الأخطاء؟ قال: تفضل شوف. قال لي هذا. فقال لي: بديت أشوف. فاستذكر العلم الذي كان قرأه في الصغر، فمسك المصحف فإذا فيه أشياء كثيرة تخالف الرسم الذي اصطلح عليه أهل العلم، اللي هو أهل الرسم والضبط. فطلع كم الآن صار اشتغاله كله في الرسم والضبط اشتغاله. فإذا احتاج إلى هذا العلم الذي كان قد أخذه في الصغر، وصار يعني في الصغر يعني صار لم يلتفت إليه لعله 30 أو 35 أو 40 سنة، ثم إذا به قد احتاج إليه فيه. نعم نعود. قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار، عندكم نقاط، عندكم فقط على طلب العلم، عندي
هذه الأخبار تدل على نقاط الحجة على طلبه العلم فرض من الله من جهات كثيرة. هذه الأخبار تدل على نقاط الحجة على طلبه العلم فرض من الله من جهات كثيرة. نقاط في اختلاف كثير هنا. طيب نقرأ ما عندنا وبعدين نقرأ ما في النسخة الثانية. هذه الأخبار تدل على نقاط الحج على طلبه العلم فرض من الله من جهات كثيرة. يعني مقصود الأخبار اللي ذكرناها تدل على أنه ينبغي المسلم وقيام الحج على المسلم وقيام الحج على أن الواجب على المسلم أن يطلب العلم. وهذه الآثار تدل أنها تدل على جهات كثيرة. معرفة عيوب نفسه وعيوب من ناس عليه فانقبض عما يجب عليه أن ينقبض عنه بعلم وينبسط إلى ما ينبغي أن ينبسط إليه بعلم. فكان العلم كالمصباح الذي يستضاء به في الظلمة متى ما كان السراج معه أمكن ويتوقع مكاريا ما يخشى من أذى الطريق. فمتى ما طفئ السراج تحير في الظلمة وتأذى بكثير من المكاره. في النسخة الأخرى قال نقاط على طلب العلم فهو من الله من جهات حيث وطلب العلم ويحبون من ناس عليه وعيوب من ناس عليه فليقبض عما يجب علمه أن يقبض عنه. نقاط ما ينبغي أن يبص إليه بعلم فكان العلم كالإصباح إلى آخره. وهذا واضح. النسخة الثانية هذه القراءة ليست سليمة على التمام. فحاصل ما ذكر هنا أن العلم من هذه الآثار يستفاد أن هذا العلم ينبغي الإنسان يحرص عليه بما يتيسر ويحمله ذلك على أن يعرف عيوب نفسه فيصلحها ويعرف ما للناس من عيوب فينصحه. ثم إنه هذا العلم يدل عليه أنه يدله على متى ينقبض ومتى ينبسط وكيف ينقبض وكيف ينبسط وما الذي ينبغي أن ينقبض عنه وما الذي ينبغي أن ينبسط إليه. فصار هذا العلم كالمصباح. فما دام يمشي في النور الأمر واضح. إذا جاءت الظلمة ما هي الظلمة؟ الفتن، الهرج، المحن، النوازل، المشاكل، مسائل، التباس الأمور. إذا جاء الظلمة عنده مصباح يستضيء به. فإن لم يكن تحير في الظلمة وتأذى بكثير من المكاره. وكم نسمع والله غير تلفت تسمعه بزمني تلفت كثيرا ما يقوله. إذا كان مع الإنسان علم وشنو ما تتلف له ما تتلف له. نعم. ولهذا قال ابن عمر في هذا الباب يعني عند قيام وجود الفتن ماذا تفعل؟ أبقى ورك. ومثل هذا بإنسان يسير في الصحراء. إذا كنت تمشي في الصحراء وهبت عاصفة رملية ماذا تفعل؟ أبقى ثم، لأنه أراك تمشي في الطريق الصواب. إذا هبت العاصفة البلاص المكان اللي بقيت فيه ما هو؟ صواب. دير خطوة ولا اثنين على ما استفهم، قد تكون صحيحة قد تكون غلط، تبقى حيث أنت. وهذا من العلم المهم جدا. ولهذا إذا هبت الفتن أبقى حيث أنت، لا تخوض، أبقى حيث أنت حتى تتيقن وتستيقن، لا تخوض. لهذا أنصح نفسي وإخواني إياي وإياكم الخوض في الفتن والكلام فيها وإطالة اللسان وإلى آخره. الإنسان دائما يتريث ويتثاقل. وعندنا من نستضيء بهم وهم العلماء، لماذا نستعجل؟
وقعت النازلة وجاءت الطامة وجاءت المشكلة ووقع في المسلمين ما وقع وهب بهم ما هب. طيب حتى نسمع كلام من يستضاء به ومن أنار الله لهم الطريق وفتح عليهم وهم من العلماء الراسخين الكبار، وعند ذلك الإنسان يهتدي بذلك الهدى. قال لاجري رحمه الله، والمعنى الذي ذكره هنا لاجري قد جاء يعني عن أهل العلم في آثار كثيرة. وبالنسبة لتعلم الفرائض جاء في طريق آخر عن ابن مسعود بسند صحيح رواه سعيد المنصور في السنن: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. قال الأجري رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمه محمد موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان كتب إلى أبي ذر رضي الله عنهما: إن العلم كالينابيع يغشى الناس. ينابيع جمع ينبوع، مصدر مورد يستفيد منه الناس ويأخذون منه. يغشى الناس ينتشر فيهم فيختلجه هذا وهذا، أي يجذبه وينزعه ويأخذ منه، الخلج والجذب والجذب والخلع والخلج، فينفع الله به غير واحد أو غير واحد عفوا. وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق فيستضيء به من مر به وكل يدعو إلى خير. يا سلام، كلام من أروع ما يكون، كلام عظيم، كلام عظيم. وهذا الأثر رواه الدارمي في مسنده، وكذلك الأجري في أخلاق العلماء ابن أبي شيبة أيضا في المصنف، في المصنف. نعم. نعم. وأما إسناده يعني فيه ما بين موسى ابن يسار وسلمان رضي الله عنه، يعني فيه سقط أو قطاع ها هنا، وهذا معنى عظيم وجميل. قال محمد بن الحسين، نعم فاتت 20 22، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 22. طيب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، نحاول أن نختم إن شاء الله تعالى الخميس أقل شيء، إذا ما لحقناش الأربعاء ممكن يكون الخميس، ممكن يكون مجلس. طيب نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آلة الله فيكم.